أهلا بكم إلى أهم أخبار المغرب. البداية من إقليم شيشا والذي شهد انطلاق عملية صرف 2000 دولار للأسر المتضررة ضمن الدفعة الأولى من الدعم الخاص لإعادة بناء المنازل المنهارة بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. أسست وزارة الصحة جهة الرباط سد القنيطرة ب18 مركزا صحيا جديدا في إطار سياسة تحديث وتأهيل المؤسسات الصحية للمملكة. أوقفت عناصر الأمن بمدينة العرائش شخصاً ظهر في فيديو على مواقع التواصل وهو يعرض رجلاً مسناً لاعتداء جسدي بالشارع العام في مدينة العرائش. يعتزم المغرب تعزيز نظام الإنذار للظواهر الجوية القصوى وتجهيز المطارات بمعدات متخصصة بحوالي 4 ملايين دولار حسب وزارة التجهيز. اختار إلياس أخوماج تمثيل المغرب عوض إسبانيا والمشاركة مع المنتخبية الأولمبية في وديتي الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للألعاب الأولمبية. تحتضن مدينة أكادير مسابقة ملكة جمال الأمازيغ في دورتها 7 تتزامنا مع الاحتفال بسنة الأمازيغية الجديدة يوم 13 يناير 2024. نهاية النشرة، إلى اللقاء.